محليا كرمت جمعية راديوز اللاعب الدولي السابق كريم ماروك الذي اختير في سنوات الثمانينات كأحسن وسط ميدان في البطولة الفرنسية بعد النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني والذي شارك في مونديال 86 وكان وراء التأهل التاريخي للمنتخب في هذا المونديال. هذا التكريم عرف حضور صديقه الأخضر باللومي. Moi, on est reconnu déjà par une association, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Hein, c'est nos Algériens. Et on a fait tout ça. Allez, notre peuple algérien, notre supporter premier. Allez, on n'a rien gagné, mais on est là. يعني رفع الراية ولعب على لي كولور ناسيونال ادى الواجب تاع الوطن فوالا مع كلوب مونديالش بور دير شامبيون دافريك مالغري لا خسرنا الكوب ولكن دخلت لا ليست تاع المونديال وسيرتو ليكيب ناسيونال كاع عاتولو ليكيب ناسيونال اللي شري بيه ما تجيبوه يجي لبزاف وكما يقول لك سمح في حقه جاو مع منصور الله يرحمه وقعدوا هنا ولعبوا مع الجزائر عطا مع الخضر مع الصاد مع مجر شنقول انا كنت داخل التيران كنت نتفرج عليه.